بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيسة مايا ساندو الرئيسة المنتخبة في جمهورية مولدوفا الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزها في الانتخابات الرئاسية في جمهورية مولدوفا الصديقة. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة مماثلة.